بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول لكم كلمتين بساط جدا مش هيزيد عن دقيقة. فخير الكلام ما قل ولا. أخوكم أحمد شناوي جاد من أحد المشاركين في ثورة مصر المجيدة 25 يناير. ومعايا ابن اختي استشهد هنا وانا اصبت في الراس هنا في راسي وفي فقد اكثر من 50% علشان الجوجه ما اتكسرت. ولكن كنا جايين والله انا اولادي سبعه كنت على استعداد كامل ان احنا نستشهد في سبيل الله من اجل اللي احنا اللي اتغير واللي فينا فيه دلوقتي. فاصلاح النفوس ده اهم حاجه، اصلاح النفوس اصلاح النفوس. فاحنا دلوقتي للاسف ان نفوسنا احنا اتغيرت من ورا الاحزاب ورا الائتلافات ورا الفصيل ده ورا الفصيل ده. ولكن ان احنا هل جينا ان احنا كنا جايين زي ما احنا جينا في 25 يناير وكنا على قلب رجل واحد اللي جايب ازازتين ميه ميت اللي جنبه ازازه ميه وهو يشرب ازازه ميه او اللي جايب سندوتشين وكنا بنقول ما ياكل ممكن تاكل بتاع والكلام ده كله كان كلام فاضي. ولكن كنا احنا قلبنا بالفعل على بعضينا. دلوقتي قلبنا على 6 ابريل ده فصيل 6 ابريل ده فصيل مش عارف ايه ولا ما تهمش من 6 ابريل 6 ابريل ناس عظيمة جدا. ولكن ان احنا تفرقنا ان احنا لما نجري لمصالح شخصية دي المصالح الشخصية دي هي اللي فعلا هم عايزينها ان احنا تفرقنا. فانا اقول دلوقتي احنا معتصمين لحد تحقيق المتطلبات تحت الثورة. فانتوا دلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا.